قصتنا من طفل محبوب ولطيف، يحب الخير لكل الناس، يساعد الضعيف، يعيش مغامرات عجيبة فيها كل جديد، فيها ما يدهش ويسلي وفيها ما يفيد. مغامرات طارق في الجزر وفي البحار، هيا بنا نشاهد لنكتشف الأسرار. مغامرات طارق، هيا يا أصحاب، بالتعاون والصداقة نواجه الصعاب. محروس والمماليك على ظهر السفينة، هل ينتصر عليهم طارق وينقذ المدينة؟ الفأل والأرنب ما سرهما وماذا يخبئان؟ حتى نعرف باقي الحكاية تعالوا معنا الآن. هيا يا أحبائي، هيا تجمعوا حول التلفاز. نعم نعم الرائي، نعم أي التلفزيون. هل أنهيتم واجباتكم؟ عظيم، هيا إذن لنتابع. نعم الحكاية، وصلنا أمس إلى هي إلى أين؟ هل تذكرون؟ هي نعم تذكرت. المهم سنعود إلى طارق والفأر. أراد طارق أن يعرف من الفأر السر العظيم، فاكتشف أنه يعبث به بألفاظ لا يحبها، ولكنه اعتاد عليه وتحمله حتى وصل إلى ما يريده. رغم هذا فأنا أشك بك قليلاً. يا ربي، لقد ذكرت لك الحقيقة يا صديقي، أنا لا أمزح في كل ما ذكرت، صدقني. لابد أنك فأر شجاع. لا ترفع صوتك، كم مرة سأقول؟ اسمع، أتحب أن تأتي معي لأدلك على الكوخ والعصا والقوقعة؟ بكل تأكيد. ماذا؟ هل الطريق آمن؟ نعم، هيا بنا. هيا بنا. ما الأمر؟ لا أدري. لنراقب. طبعا لنراقب. المملوك أمام الخيمة والعمل، علينا أن نبعده عن باب الخيمة كي لا يرانا ونحن نمر من جانبه. والطريقة؟ الطريقة سأنزل أنا بهدوء وأقفز أمامه فيخاف، فتمر أنت بسرعة دون أن يشعر بك. وسنلتقي بطرف البحيرة، إياك أن تبتعد. لوك لوك. البحيرة بطرف الغابة، هل سمعت؟ لك لك. حاضر، اذهب الآن. ها؟ ما هذا؟ إنه الفأر. ها؟
أناديه سيسمعني مملوك ومحروس، ولكن لماذا هو وحده؟ أين معتوق؟ يا إلهي يا إلهي، مر بجانب مملوك ومملوك وقع على الأرض. يا له من فأر سريع. ها؟ معتوق؟ معتوق يمر وز؟ لابد أنهما يدبران خطة ما، كان يجب أن أكون معهما. آخ منك يا خمسة، سوف أحاسبك على هذا التصرف، انتظر حتى أراك. ما الذي يحدث؟ لا أدري. وأنا أدري. هل تعرف حقا؟ طبعا. وكيف سأعرف؟ انظر أمامك. اف اف، كانت حركة جميلة جعلت المملوك يقفز ويقع على الأرض طش. ليست أجمل من الحركة التي يستعملها المحروس والعصا بيده. لم أفهم ماذا تعني. اسمع سأشرح لك أنا. عصا المحروس مدهشة وشكلها رائع، وعندما كان يحملها المحروس يصبح إنساناً آخر. ذات مرة غضب على المملوك فرفع العصا في وجهه وقال له شوق بوق فوق تحت. أتدري ماذا حدث يا صديقي؟ لا، وكيف لي أن أعرف؟ ها؟ المملوك طار في الهواء وأخذ يتقلب ويتقلب، ثم هبط رأسه في الأرض مغروس كالفيج. هللا هللا، أتعلم يا صديقي خمسة؟ ها؟ صديقة، هل أصبحت؟ هل حقا أنا أصبحت صديقك يا صديقي؟ وهل تحتاج الكلمة إلى قرار مسبق؟ لا لا لا، ولكن ماذا أقول؟ لا لا لا، اسمع يا صديقي. ماذا؟ يوجد كلام كثير أود أن أقوله لك، ولكن مهمتنا أهم وأسرع. عندما نتخلص من المحروس سنتكلم كثيرا. طيب، 34 هو رفيقي لك لك وصديقي في التعاون. إذن أصبحنا ثلاثة. لك لك فعلا أصبحنا ثلاثة. أصبحنا ثلاثة. هيا. صديقي، هيا نغني لننسى التعب ونحن ذاهبان إلى الجزيرة، ما رأيك؟ هيا ابدأ. شوك بوك شوك شوك بوك، شوك شوك بوك، فوق وتحت وتحت وفوق، أنا خمس أنت خمسة وأنا معتوك، شوك شوك بوك شوك بوك شوك بوك، فوق وتحت وتحت. ظريفة هذه الأغنية. نعم ظريفة جدا، ولكن ما رأيك أن نخفض صوتنا أيها الأحمق؟ لأنه إذا سمعنا المحروس ونحن ننطق بهذه التعويذة سيجلدنا. لا تقل لا تقل أحمق، كيف سيسمعنا وقد ابتعدنا عن السفينة؟ ها؟ هذه الكلمة لها رنة خاصة تدق في أذن المحروس، خاصة إذا لفظها أحد غيره. شوك بوك هي كلمة خاصة، معك حق. كيف سنصل إلى الجزيرة؟ أنت اتبعني وسنصل إن شاء الله. أيها المملوك أيها المملوك أيها المملوك أيها المملوك،
أيها المملوك. نعم 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 أيها المملوك. نعم 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 يا سيدي. شيء غريب، شيء مزعج، ما رأيته لم يكن حلما بل كان حدثا. أيها المملوك، أحضر الجميع إلى هنا. ولكن يا سيدي قل لي، ما الذي رأيته؟ قد أساعدك في شيء. كنت متمددا وغفوت قليلا، فشاهدت أفعى تهاجمني وتلف حول رقبتي وتكاد تخنقني، وصحوت وأنا أرتجف. أنت تؤمن بالأحلام يا سيدي، وأنت من يصنع الأحلام المزعجة للآخرين؟ ما رأيته وهم، وإذا كان حقيقة فهو فرج. لفة الأفعى على الرقبة فرج ستشعر به وتفرح وسترى. والآن سأحضر لك بعض الماء لتشرب ولتشعر بالراحة. ليت كلامه يكون حقيقة. هذا المملوك لطيف، ويجب أن أعامله معاملة حسنة، لكن لا، لن أشعره بالرحمة حتى لا يشعر بضعفي. كان المملوك ذكيا في تغيير قرار المحروس عن جلب الجميع إليه، لأنه شعر بتسلل الفأر وطارق ولا يريد أن ينكشف أمرهما. الأرنب فرح لانطلاق طارق والفأر، ولكنه تمنى لو كان معهما. أما طارق والفأر فإنهما يبحثان عن طريقة يعبران بها البحيرة إلى الجزيرة. وأما المملوكان تبكي يا أخي. أخي تكلم، قل ما بك وإلا بكيت معك. ها لما تبكي؟ لا أدري، سألتك لما أنت تبكي لم تجبني، تأثرت معك وبكيت. أسألك لما أنت تبكي؟ من الذي أصابك؟ هل تريدني أن أجن؟ أنت لما كنت تبكي؟ أنا كنت أبكي على زميلنا الذي وقع وغرق في البحر، تذكرته فبكيت. ظننتك بكيت تأثرا على حال سرحان وما آل إليه وضع طارق والأرنب والفأر وقسوة محروس. معك حق، يجب أن أبكي على كل هؤلاء. لا أدري من منا يجب أن يبكي، هل أبكي عليهم أم عليك؟ لا بد أنه جن. قل لي يا خمسة، كيف سنصل إلى الجزيرة؟ كيف سنصل؟ معك حق، سؤالك وجيه. والجواب يا خمسة؟ بسيطة، هل تعرف العوم؟ يعني السباحة؟ نعم السباحة. كانت جدتي تمنعني من نزول الماء لأنها كانت تخاف علي من الغرق. جدتك مخطئة، السباحة مفيدة للإنسان ويجب أن يتعلمها، لأنه لابد سيحتاجها في يوم من الأيام كهذا اليوم مثلا. والسباحة رياضة جيدة تساعد على بناء الجسم السليم كما العقل السليم. ما رأيك؟ أنا لا أحتاج لمحاضرة، أحتاج لحل.
معك حق. هل يمكنك أن تركب على ظهرك؟ لا يا خمسة، هذا مستحيل، سنغرق معا. لا 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 لا، بالعكس، ستغرق أنت وحدك وأعوم أنا. وما الفائدة؟ اسمع، لما لا نعود ونأخذ القارب الصغير المربوط بالسفينة؟ يا صديقي، كم أحب ذكاءك أنا. ماذا إذا رأنا المحروس؟ ها؟ ماذا سنفعل؟ نحن لم نصدق كيف هربنا منه. وما الحل إذن؟ لابد من إيجاد حل. فكر معي، قد نجد الحل. نعم، أظن أنه لابد أن نجد الحل. ما بك؟ فكر معي. اف. هل ارتاح سيدي؟ بعد الاسترخاء تحت الشمس ارتحت، ولكن الحلم لا يزال يراودني، وكلما أتذكره يقشعر بدني منه. هل أحضر لك بعض الشراب المنعش يا سيدي؟ لا بأس، وبطريقك. مر واطمئن على راحة معتوق 34. حاضر سيدي. سيدي، هل أطلب من الطباخين أن يحضروا لك طعاماً خاصاً للعشاء؟ لا بأس، أريد خضاراً وقليلاً من لحم الغزلان. حسناً، كما يرغب سيدي. يجب أن أنسى هذا الحلم المزعج، وإلا سيعكر صفوة راحتي وليلتي. السلام عليكما. وعليك السلام. هل لازلت غاضبا مني؟ لا منك ولا من غيرك. نحن سعداء بك وبهدوءك وحكمتك. الأمور لا تحتاج إلى كل هذا، وكل شيء إذا جاء بوقته جميل. فعلا، سننتظر حتى يؤون الأوان. حسنا، يجب أن أنجز عملي، لا أريد لمحروس أن يغضب مني. معك حق، ونحن معك، اطمئن. سأذهب. عاطفي كريم. لق 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 لق. أنا أفكر. لق لق. أنا أفكر. خمسة يفكر. اسمع يا خمسة. ماذا؟ ألا تستطيع أن تذهب وتأتي بالعصا وحدك؟ بلى بلى، أستطيع ذلك، ولكن بطريقة واحدة فقط. ما هي؟ أن أكلها وأتي بها في جوفي. آه منك، أرجوك يا صديقي، دعي السخرية جانبا ولنفكر بحالنا. لا تغضب، عندي فكرة، إذا وافقت عليها سنصل لحل. بسرعة بسرعة، ما هي الفكرة؟ اسمع، هناك إوزة صديقة لي، وهي تتمنى أن تقدم لي أي خدمة. أتعلم لماذا؟ لأنني أنقذتها مرة من الغرق. أنت أنقذت حياة الإوزة من الغرق؟ كيف يا خمسة؟ سأقول لك كيف. عندما أغمي عليها في وسط البحيرة وضعت ذيلي في أنفها فعطست، ومن شدة العطسة استيقظت من إغمائها. أحياناً أجدك ظريفاً ومفيداً. حقاً، وأحياناً أخرى. دع السرسرة وقل لي أين هي هذه الإوزة صديقتك. هناك في الطرف الآخر من البحيرة. هيا هيا الحق بي، لا تكثر من الكلام، هيا. آه
محروس يشعر بضيق داخلي، لكنه يكتم ضيقه منتظرا اللحظة المناسبة للذهاب إلى المدينة الوردية. والأرنب قلق على صديقه معتوق وخمسة، أما طارق فهو مضطر لتحمل كل ما يصدر عن الفأر حتى يصل للعصا والقوقعة، فما كان منه إلا أن ذهب مع الفأر ووصل إلى الطرف الآخر للبحيرة، وكانت الإوزة تستحم قرب زهور البحيرة. أنا الإوزة، لا 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 لا، أنا الإوزة، لا 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 لا، أنا الإوزة، أنا الإوزة، أيتها الإوزة، أنا الإوزة، يا إوزة، أيتها الإوزة، من يناديني؟ أيتها الإوزة، مرحبا أيتها الإوزة، من يناديني؟ هذا أنا، أنا صديقك خمسة، أنا، ألا تذكرينني؟ ألا زلتم مستيقظين؟ لكن الوقت انتهى، دعونا نرتاح وغدا نتابع الحكاية. إلى اللقاء يا أحبائي، إلى اللقاء يا أصدقاء. تشاهدون في الحلقة القادمة. لما أخبرتها عن العصا والقوقعة؟ ألا تعتقد أن الحذر واجب؟ لا تخف يا صديقي، أنا أثق بالإوزة. أنا آسف، أنا لم أقصد، إنما الحذر واجب. أنا آسف بشأن الفأر، تصرفه غير لبق، أعتذر بالنيابة عنه يا سيدتي. أنا فعلا لا أحب التصرفات الصبيانية. ما بكم الآن؟ هل تحتاجون إلى دعوة يعني؟ اخرس وأسرع بإحضار القارب من خلف السفينة بسرعة. أمرك يا سيدي. اللعنة، كيف غاب عن بالي هذا الأمر؟ طلب القارب وسيتجه إلى البحيرة، وهناك كما تعلم نعم يوجد. نعم أعلم، المهم ألا يؤذي سرحان.